والفريق نزل واستاذ لا خلاص يا جماعه كابتن محمد صلاح فخر العرب نزل الاستاذ. اي نعم انا متضايقه منه النهارده شويه بس تمام. ابتدى وكنا بندعي ان احنا نعمل حاجه كويسه بس كان في ناس مبسوطين قوي قوي وده واحد مصري مبسوط قوي برضو. جهزنا ووصلنا في كابن كده لذيذة وغريبة، كان في سناكس وسناكس اكتر وكمان giveaway حاجة لذيذة جدا. وكعب وعلم مصر وزمارة. بعد كده مامي قررت ان هي تاكل عادي، رجعنا شوية كتير. بعد كده دي الكابن فيو على الماتش على طول. ابتدينا ان احنا نشجع، كان في حالة من التحمس لذيذة جدا. انا بعلم مصر محمد صلاح كان بيسخن من احلى لحظات حياتي. تبتدي واحد اتنين هوبا لحد لما وصلت نزل واستاذ لا خلاص يا جماعه كابتن محمد صلاح فخر العرب نزل الاستاذ.